نداء شرارة نجمة ذا فويس معنا اليوم بالاستوديو. احنا هالقد سعداء لحتى نتحاور مع هالشخصية الرائعة والعطاء المتميز اللي تميزت فيه من قبل ما توصل ذا فويس، واستمر هذا العطاء لليوم وان شاء الله دائما بضل مستمر. صباح الخير نداء شرارة. يا صباح الورد، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم، اهلا وسهلا فيك. بدنا نبارك لك اكيد بالفوز مع انها يمكن متاخره، ولكن احنا اللي شفناك اليوم فاكيد الف مبروك فوزك ببرنامج من اكبر البرامج دي فويس، فاهلا وسهلا فيكي. في البدايه نيجي لسبب زيارتك للاردن بهاي الفتره وشعورك ايضا وانت جاي تتكرمي من قبل مركز زها الثقافي اللي عم بكرم هلا زي كل سنه وللسنه التاسعه عم بكرم امهات رائدات. بالبدايه مبسوطه انه انا معاكم رندا وروان، ما شاء الله عليكم منورين. وتاني شيء بدي أشكر مركز زها الثقافي على جهود المبذول يعني حول المرأة وحول كل شيء يعني بشكل عام. بدي أوجه تحية للمديرة رانيا صبيح. أنا جيت اليوم على الأردن بدعوة منهم لحتى نكرم سيدات من المجتمع. طبعا نعرف إحنا الست الأم بشكل عام يعني قديش عطائها وقديش بتقدم يعني بالحياة، وأنا بعدني ما صرت ماما بس يعني ولكن إحنا بنعتبر يعني مركز زها بكرم الأمهات والنساء بشكل أكيد عام، ولكن فيني يعني أشعر يعني من خلال أمي فيني أشعر بشو يعني شعور أمومة وشو يعني شعور الست اللي بمكافحة اللي بتقدم اللي وعنا الست الأردنية مش بس بتكون أم وشغلتها بالحياة، هلا صارت نص المجتمع ونص الحياة. لهيك هالقد هالمناسبة كبيرة لحتى أرجع أنا يعني كمان برضو اشتقنا إحنا للأردن. يعني أول ما فت على المطار بقول يا عالم بلدنا غير يعني. صحيح أكيد طبعا هو عمان أكيد أكيد الواحد معلوم صحيح. نداء قبل ما تكوني قبل ما تروحي على The Voice كنتي تشتغلي بتعلمي، وأنا هذا أكتر شيء لفت نظري الصراحة. يعني أول مرة شفتك بـ The Voice كتير شدني إنه أنت بتشتغلي مع أطفال ذوي احتياجات خاصة، وإنه دائما بتوظفي صوتك يعني تسليتهم امتاعهم، وهذا له اكيد اثر على تطورهم. فاحكي لي شو كان شغلك قبل ما توصلي لذا فويس؟ قبل ما اوصل لذا فويس كنت عباره عن مدرسه ومربيه لاطفال ذوي احتياجات خاصه. طبعا ما كنتش ماما عاديه، يعني كنت دادا ماما، يعني جربت شعور انه انا اكون ام لهدول الاطفال. يعني طبعا انت بتعرفوا الاطفال ذوي احتياجات خاصه قديش بدهم عنايه ورعاية طبعا، وخصوصا إعاقات شديدة جدا. بس الحمد لله يعني أنا كنت سعيدة بشغلي جدا رغم التعب والعناء الكبير، بس ولكن بين الغنى وبين شغلي كان في كتير حاجز كبير، يعني ما بيشبهوا بعض أساسا يعني. بس هيك سابت يعني هيك سابت. فروحتي على The Voice. طب مشاركتك بزي هيك برامج المواهب اللي بيكون فيها لجنة تحكيم أيضا إلها ثقلها ووزنها، الفنان الكبير كاظم الساهر وأيضا الفنانة شيرين، الفنان عاصل الحلاني وأيضا الفنان صابر الرباعي، يعني إيش بتفيد؟ هلأ هو طبعا تغطية إعلامية، إحنا بنعرف قدي عم توصلي للملايين والملايين أيضا من متابعين هذا البرنامج، ولكن أيضا وجود لجنة تحكيم بها الثقل قدي بضيف لك أنت كنداء وأيضا بضيف للمشاركين في مثل هيك برامج. هلأ مشاركتي ببرنامج The Voice كانت شبه الحلم، يعني أنا ما تخيلت أساساً. بتعرف إحنا مجتمعنا قديش يعني مجتمع محافظ، قديش البنت الأردنية عليها ضغوطات، قديش البنت بالوطن العربي عليها خصوصاً إذا كنت ملتزمة، يعني فهذا شيء كتير يعني ضغطني. وبتعرف العالم يعني بس إنه كفكرة جديدة، مجرد فكرة جديدة ما بتقبلوها، كيف لو كنا كمجتمع إحنا أردني محافظ جداً. مش بس أنا طالعة من مجتمع محافظة، أنا طالعة من عائلة محافظة كمان يعني. فشوفي يعني الحواجز اللي تخطيتها كانت أكبر. يعني أنا ببداية البرنامج أول مرحلة قلت أنا كسرت كتير حواجز لحتى أوصل لهاي المرحلة. ما كانت هي الحواجز بموضوع حجابي، يعني هم يمكن كل الناس فهمتها بالحجاب، انا ما كان القصد بالحجاب، انا قصدي بالمجتمع اللي انا طالعه منه. هي هي هالقد الحواجز كبيره انه احنا نسافر نشارك في برنامج، حتى انه هي البنت تختار عنا انه هي تختار. يعني انا مثلا بصراحه قبل ما اروح على برنامج ذا فويس كنت بستنى بنصيبي، يعني خلص خلصت مراحلي بالحياه،
يعني انا كبنت خلصت تعليم وبشتغل وخلص مستني الزواج زي اي بنت بالضبط زي اي بنت في مجتمعنا الاردني بعد هيك خلص خلصت مراحلها انه حتى لو قعدت وطولت انه لشو لهلا مش متجوزه فنحن قديش مجتمعنا ظالم شوي للبنت فانا كان صحباتي طبعا قدموا لي على البرنامج وكان لي الحق انه انا احكي انه هيني موجوده وانا بقدر اطلع صوتي وبقدر اقدمه بالطريقه المحترمه واللي بتمثلني وبتهيئ لي بعد ما قطعت كل هاي الحواجز مش رح تفرق معي قطعه قماش يعني زي ما بدي أوصلها للكل ولكن أنا تمسكي بهذا الشيء يعني من رب العالمين بداية واحتراما لنفسي وللبيئة اللي جاي منها أنا فالحمد لله طبعا نحن لازم دائما يكون عندنا يعني تقبل الآخر هلأ مجرد أنه مثلا أنا ما بيعجبني مثلا أنا بقدر أفرض رأيي أنت أبدعتي كنت دائما حاسة أنك أنت متميزة فهذا مش ضروري يمكن بتخيل نتطرق له أنا بحب أركز أنه دائما أنا بآمن أنه الواحد إذا بحس أنه الحياة رح تعطيه إشي أكتر رح تعطيه إشي أكتر أكيد. هل كنت تحسي أنه أنت بتقدري توصل لإشي أكتر بحياتك زي أني بس أستنى نصيبي كنت تحسي يعني داخليا أنه أنا بدي أوصل للبدي إياه شوفي هو مجرد الحلم كان كتير بعيد يعني بس كان عندك الحلم حلمتي أنك تكوني مطربة في يوم من الأيام صراحة كان في موجود يعني هلا انا صغيره عندي هذا الموضوع عارفة بس ولكن حلوة. انا طبعا حاسه بحالي بس شوفي احيانا بنهرب من احلامنا يعني لما يجي حدا مثلا يقول لي قديش صوتي حلو مثلا ما من حالي مش سامعه خلص انه احكي مثل ما بدك انا مش سامعه فقديش هذا الموضوع كان صعب علي انه انا في إشي مستحيل ولكن انا بس حققت هذا الحلم يعني زي كاني حققت يعني ما في إشي بعد هيك خلص الحياه تعطينا كل إشي بدعتي بدعتي انت لانك قريبه للقلب يعني انا من لما طلعت نداء خلص انا تحمست لها انه لازم تربح قد ما قريبة للقلب وقد ما في صدق كان وصوتك كان جداً مغيم أول مرة غنيتي كلهم لفوا لك المدربين لفوا طبعاً الأربعة أكيد لفوا الأربعة بس عاصي الحلاني ما لف لي ولكن غير ثلاثة غير رأيه عاصي بلف غير رأيه ولكن كان تعليق أنا بتذكر كاظم الساهر كان تعليقه لما قالت له بتذكر لهلا لأني حضرت أنا وقت مرحلة الصوت بس فقالت له أنا كل صحباتي بحبوك قال أنا شو بدي في صحباتك أنا بدي إياكي أنتي وأنتي كنتي مع فريق كاظم أنا كنت خجلانة أقول له أنا صحباتي بحبوك هذا التعليق أنا يعني بعرف دائما في كل برنامج بلفتك نظرك شو غنيتي وقتها بتذكر غنيتي أغنية فات المعاد فات المعاد طيب هلا إيش بدك تسمعينا أنتي أول ما رجعتي غنيتي أغنية للأردن كثير حلوة هلا أغنية أنا أردنية كلمات عمر ساري ولحن جون مريرياشي وتوزيعه طبعا احنا حبينا بصراحه يعني حابه بس هيك يعني اعطي شويه ضوء على الاغنيه انه هاي الاغنيه حبينا احنا نعملها بطابع تاني يعني مختلف عن الاغاني الوطنيه النمطيه اللي بترقص وانا يعني صح. اغنيه وطنيه لازم تكون ثقيله وإلها طبعا انا هاي الفكره اللي كانت عندي يعني هلا مثلا الاغنيه هاي بتنعزف معي اوركسترا وبعزفوها معي عالم كبار يعني لو رحت على اي مهرجان هدفي انه انا اغنيها بهذا المهرجان لحتى الاغنيه الوطنيه توصل بدي الاغنيه حلو. مش بس يعني بس بالاردن لا احنا بنسمع مثلا اغنيه عن مصر صغري بتوصلنا احنا وبننبسط بتوصلنا. فيها ليه الاغنيه الاردنيه بس محصوره محليا فهي الفكره برافو اذا انت بدك تحملي رايه الاغنيه الاردنيه الراقيه لانه احنا كثير اشتقنا لها بالضبط يلا تمام تفضل بغني لكم اياها يلا رح نسمع منك كثير مش بس هاي بس نسمع احسابكم من العز من الفخر جينا من سوسن وريحان ولدل الكرام علينا احنا لها عنوان من ارض بتحضن السما بشموخها هي نشمية من الأردن أنا أردنية يا بلادي يا دار الوفا يا حب يجمعنا انت النسايم والدفا وباسمك ألف معنا يا بلادي يا دار الوفا يا حضن يجمعنا انت النسايم والدفا وباسمك ألف معنا وخيال بفعال وسما عبدالله جايدنا لعيونه المجد انحنى ونفخر بسيدنا يسلم
الصوت. يعني شكر كبير اكيد لك طبعا لصوتك اللي زين هالاغنيه، وايضا للكاتب الاردني عمر ساري اللي بنعرف دائما اعماله الاردنيه مزينه اصوات العديد من المطربين، واكيد للفنان اللبناني جان ماري رياشي. سؤالي لك هون عن هالاغنيه نداء، قد ايه حسيتي الفنان، انت كنت ببرامج الهواء وهلا بهذه الاغنيه هي اول اغنيه لك، عم بتروحي لمرحله الاحتراف خلص، يعني طلعتي من عباءه المواهب والهواء وعم بتروحي للمرحله الاحترافيه بحياتك، هون شو بيميز هالمرحله وشو بتطلب منك انت كمطربه اردنيه وايضا ملتزمه بالزي الشرعي خلينا نحكي؟ هلا ما فهمت سؤالك. يعني انت كنتي بالهوا ولكن هلا انت احترافيه، كل مرحله في لها متطلباتها كهاويه كنتي وطلعتي على برنامج ذا فويس هاويه كنتي، ولكن بعد ما يعني خلصتي من البرنامج واخذتي لقب ذا فويس ورحتي وصرتي هلا محترفه، هلا في يعني مسؤولية اكبر، فشو المسؤوليات بالضبط اللي بتترتب عليك؟ هلا المسؤوليه اكبر، يعني هلا مثلا ما في غلط، يعني هلا مثلا ممكن اغني باي طريقه بدي اياها لان انا خلص طلعت احلى صوت، يعني شو بدي بعد هيك؟ مثلا اللي حابب يسمع صوتي يروح يسمع صوتي، ولكن هلا انا كعمل اي عمل لإلي مثلا كاحلى صوت مثلا انه لو اجى اقل من المستوى بده يسيء لي انا، لان انا كنت يعني انا طلعت احلى صوت، يعني اخذت هاي المستوى العالي يعني، فبعد هيك بدي اثبت انا طالعه من برنامج هو اوريدي اصلا البرنامج اللي طالعه منه ما في مجال للهواة، هو برنامج اصلا لمحترفين، كان يعني معنا فنانين كبار، محرزية الطويل بغني شيء 40 سنه لها، يعني معنا ناس كتار بغنوا يعني ومشهورين في بلادهم، بس مسؤولية هلأ زادت بكتير، هلأ في اختيارات، في مستوى بدنا نقدمه أحسن، في الناس اللي مش مقتنعة بدنا نقنعها، في بس ما نثبت إنه فعلا لا بس الصوت وبس. حلو صحيح. طيب إيش غني لنا الأغنية اللي غنيتيها اللي هي اللي أعطتك لقب The Voice على مسرح The Voice؟ فات المعاد أول وآخر وحدة، أنت فات المعاد غنيتيها أول بتجارب الأداء وآخر وحدة اللي على مسرح ذا فويس اخر وحده غنيتيها؟ هي اول وحده واخر وحده. هي جتيها صح؟ اوكي يلا لا فضل. لازم مزبوط الدنيا الصبح ومدير اعمالك بيقول بس انا كثير بحبها. في اول اغنيه حبيتها انا تضحك لك الايام اذا بتعرفوها يلا. لعبه الايام فاذا بتحبوا تسمعوها احنا اكيد كل شيء بصوتك حلو. تضحك لك الايام تهجر وتنساني، تغدر باقي الأيام ترجع لي من بتغيرك أيام وتبدلك أيام، بتغيرك أيام وتبدلك أيام، وبتجيني تلاقي مع الذكرى مع الأحلام، عشان قلبي أنا أوفى من الأيام، يا لعبة الأيام يا لعبة الأيام يا ايش هذا الصوت؟ ما شاء الله عليكي ما شاء الله. اسلم هالصوت. يعني نداء بدنا نحكي شوي، نرجع هيك شوي على برنامج ذا فويس لانه يعني انعرفتي من خلاله، شو هيك اشياء اكتسبتيها منه، عادات معينه، تدريبات حتى يمكن استفدتي منها طورت وهلا لهلا انت مستمره عليها؟
هلا ذا فويس علمني كيف احترم صوتي واهتم فيه. يعني انا قبل ما بحبش صوتي وما بهتمش فيه يعني. كان عندي هالصوت بس هاي الموهبه مكبوته يعني، ولا عندي استعداد اطور فيها إشي يعني ابدا. صرت بنتبه على نفسي، بمشي لحتى مرن نفسي يعني. انا كنت ما بقدر يعني من هون لهون خطوتين، صرت لا اتعود اعمل تمارين نفس، اهتم قديش لازم اعمل اترك مساحه لهالصوت. انا ما لي علاقه بالغنى نهائيا يعني، مش دارسه ومش دارسه موسيقى فبس خلاني يعني اكتر انه انا اهتم بصوتي اكتر، اشتغل على صوتي. كمان اهتم بحالي برضه يعني، ترك لي مساحه لحالي كمان يعني. انا من ورا شغلي قد ايه كان دور الام والدتك بدعمك وتشجيعك وفهم حلمك؟ امي كانت بتشجعني من البدايه يعني، من بدايه الهاي. بس بتعرفي انه الام الشرقيه على طول خايفه وعلى طول خافت على بنتها. اكيد اكيد طبعا يعني. انا لو عندي بنت بدي تدخل هالمجال اكيد راح يعني انا نعد للمية. صح طبعا. طب بدنا نسمع يعني اغنيه هيك قبل ما يعني قبل ختام اللقاء اللي احنا استمتعنا جدا فيه بصوتك اكيد، بوجودك معنا كفنانه اردنيه ملتزمه ايضا، كثير بنحب وجودك معنا. فبنحب نسمع منك قبل ما نودعك. طيب شو بتحبوا تسمعوا؟ ست الحبايب كثير تغني. اسمعي انا بحب اسمع اهواك انا وبدوبنا. بتحبي؟ كيف صوتي بالله؟ او شيء ثاني. طيب منغني شيء منفوت للام. طيب يلا اللي بدك اياه. اختاروا لي عزوكم. لسه بدك نختار. الأم بعدين ست الحبايب. أنت لقيتيها شوي هذا. أنت إيش حابة تسمعينا؟ بدك فيروز؟ بدك أم كلثوم؟ بدك عبد الحليم؟ بدك عبد الوهاب؟ أنت حيرتيني. أنا ما بعرف بيجي عبالك ندى اللي يعني. أوكي هنغني لمارسيل خليفة يعني، هاي خلينا نغني للأم ومنفوت على ست الحبايب. ماشي. أحن إلى خبز أمي وقهوتي أمي ولمساتي أمي. أحن إلى خبز أمي وقهوتي أمي ولمساتي أمي. وتكبر فينا الطفولة يوما على صدري يوم، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. من دمعي أمي. بدكم ست الحبايب؟ ما بيصير يجي عيد الأم بدون ما اسمعها. زمن زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. انا موت اسهري وتبات تفكري، انا موت اسهري وتبات تفكري، وتصحي من الأذان وتيجي تشقري. يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة وحبيبة.